خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء نفس الوضعية الجوية، نسبة رطوبة عالية على الوجهة الساحلية مع ضباب ليزول إن شاء الله فسحلي أجواء مستقرة مشمسة، عادة سحب ستنتشر ضمن التيار الجنوبية غربية على الوجهة الغربية كذلك مناطق الجنوب الغربي، درجات الحرارة في استقرار. خلال إن شاء الله يوم الخميس ننتظر سحب ستزداد كثافة خلال الأمسية على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، احتمال بعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة على السواحل الوسطى خلال الليل إن شاء الله، أجواء مستقرة على الجنوب لكن درجات الحرارة تتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على الواجهة الشمالية، نفس درجات الحرارة على الجنوب.